نعم. سار فضيلة الشيخ صلى الله إليكم، الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي هل له أن يصوم 3 أيام التي في الحج بعد اليوم 13 من منى لأنها من الحج؟ بعد 13 أبدا، الحج 13 انتهى الآية. وهي 3 أيام في الحج، الحج يبتدي من حين الإحرام بالحج يوم 8، لكن لا نقول يصوم يوم 8 و9 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصوم في عرفة، إذن يصوم 11 و12 و13. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قال أهل العلم: وله أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة إذا عرف أنه لن يجد. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. وعلى هذا فإذا قدم الإنسان في ذي القعدة وهو عارف أنه لن يجد هديا فله أن يصوم من حين أن يحرم بالعمرة 3 أيام والباقي إذا رجع إلى أهله. نعم. وقوله في الآية الأخرى 3 أيام في الحج. نعم. ونقول أن الحج إلى نهاية، فرق بين في الحج وبين أشهر المعلومات. في الحج يعني في نفس الحج، والحج معروف أنه ما يبدأ إلا في اليوم 8 إلى اليوم 13. ما تؤخر زي طواف الوداع بعد 13 مثلا؟ فنقول بما أن مسألة خلافية، بعض العلماء يقول لا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وبعضهم شدد وقال لا يجوز إلا في يوم العيد، وأن من غابت عليه الشمس يوم العيد ولم يطوف طواف الإفاضة وجب عليه أن يعود محرما، وكلا القولين ضعيف. والصواب أن الأمر واسع، وأنه إذا غابت الشمس قبل أن يطوف الإفاضة فقد حل التحلل الأول يبقى على حله، وأما الطواف بعد أيام التشريق فله أن يؤخر إلى آخر يوم من ذي الحجة.